هي مجاب الغراب. نفسي نفسي ومنى عيني يا بدريه تبطلي امثالك الغريبه دي. نفسي كمان توطي صوتك لما تكوني بتتكلمي. ان كان عليا عايزه الم ضيوف اخوك وافرجهم على خيبتكم. لا طعني طول الليل استنى جنابك وسط ناس معرفهمش ولا عايزه اقعد اتكلم معاهم عشان تجيني اخرتها تقولي ان حته البت المفعوصه ماشي الكلام عليكم وتقولي عيب. كنت اقول عيب لاختك يا استاذ. قلت لها يا بدريه. بس عفاف ما غلطتش، واحده اتجوزت هي حره. الناس خيبتها سبتوا حد وانا خيبتي ما وردت على حد. بدريه ديدي عيب الناس قاعده. ما هو اصل حضرتك بتقول لي اتجوزت هي حره، كان لزومه ايه الزيطه اللي انتوا عملتوها وانتوا خارجين؟ ده اللي كان يشوفكم ساعتها يفتكركم رايحين تحاربوا هتلر. طب بذمتك عملتوا ايه لما رحتوا وعرفتوا ان الجوازه تمت؟ ما احنا ما رحناش. نعم ما رحناش. الله، ما رحتوش ولا خفت تروح؟ لما هقول لك ما رحناش ليه مش هتصدقيني. يا مظلوم، انا دايما ظلماك يا طيب. قولي بقى يا سيدي ما رحتوش ليه؟ لما احنا في الاول رحنا. انت هتجنني؟ انت مش لسه بتقول ما رحتوش؟ لا، ما احنا في الاول رحنا بيت بابا، لقينا بابا عيان ونايم في السرير، اتشغلنا فيه لحد ما الوقت راح. ما هو مش معقول كمان كنا هنسيب بابا عيان في السرير عشان ننزل نبوظ فرح يا ديب. عملها عليكم تمثيليه عشان يعطلكم، كلتوها يا بهوات لحد ما الجوازه تمت ورجعتوا ايد ورا وايد قدام. لا عيب يا ديب، انا ما اقبلش تسيء ظن بابا للدرجه دي. كل يوم بكتشف فيك حاجه جديده تخليني اندم على بختي اللي ميلته بايدي معاك. على الاقل احسن من بختك الاولاني. انت بتعايرني يا رأفت؟ ما هو انت يا ديدي انت اللي بتخليني اقلب عليك المواجع يا حبيبتي.